من مدينة كوفنتري في بريطانيا، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. رامي، هل نتحدث عن يعني خطوة غير اعتيادية غير طبيعية من نظام الأسد في أن يمنح تأجيلا لهؤلاء المتخلفين عن الخدمة الآن العسكرية؟ نعم، صباح الخير. طبعا كفيت ووفيت مثل ما يقال. هناك عشرات الآلاف أو عشرات الألوف من أبناء درعا رفضوا الالتحاق بمجموعة ثالثة، أيضا هم اللواء الثامن، الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، وفضلوا الاختباء ويعني الابتعاد عن أعين النظام والروس والفرار الداخلي مثل ما يقال، أو التخلف عن الخدمة الإلزامية مثل ما يقال لدى النظام عبر مكبرات الصوت. النظام يحاول استقطاب هؤلاء المدنيين عبر تضمينات لمعرفة أسمائهم. لا يوجد ثقة حقيقة الأمر بالنظام السوري من قبل الشبان. نحن نتحدث عن سن الخدمة الإلزامية، عندما انطلقت الثورة هؤلاء الشبان كانوا أطفال، يعني كانوا في الثامنة أو العاشرة من أعمارهم، وهم رفضوا الالتحاق أيضا بأي شيء يمت للسلاح، سواء كان لدى يعني الفيلق الخامس، سواء كان لدى الإيرانيين أو الفرقة الرابعة. هم يقولون نحن الثوار، نحن نريد الثورة. درعا هي مهد الثورة السورية الحقيقي، ولكن دعني أقول لك بأن النظام على الرغم من تواجده وسيطرته الشكلية على محافظة درعا منذ صيف العام 2019 حتى اللحظة، هناك نحو 1000 عملية هجمة أو اغتيال، طالت عناصر متعاملين مع النظام، طالت ضباط النظام، طالت ما يعرف بعناصر من الفيلق الخامس. أي أن هناك هجمات كبيرة، عندما نتحدث نحو 1000 هجوم قد قتل خلاله نحو 657 شخصا. هذا يدل على شيء واحد، بأن درعا لا تزال سائرة، وأن ما شاهدناه في الذكرى العاشر للثورة السورية في داخل مدينة درعا والمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، أن النظام لا يسيطر حقيقة الأمر على درعا بشكل حقيقي، هي سيطرة شكلية. والدليل أيضا على اغتيال ضباط من المخابرات السورية أو محاولات اغتيال بشكل يومي. أيضا مسألة يعني اللجوء الشباب، منهم من يريد أن يلجأ إلى الفرقة الخامسة، الفيلق الخامس عفوا، ومعروف يعني أنه مدعوم روسيا، هل هذا يعني لهم منحا فيه إشارات سياسية معينة؟ نعم، يعني هم يفضلون الموت لدى روسيا على الذهاب إلى الفرقة الرابعة أو الميليشيات الإيرانية. الفيلق الخامس يعني في النهاية روسيا هي تقتل أبناء الشعب السوري، روسيا قتلت الكثير من أبناء الشعب السوري. أن نلتحق بالفيلق الخامس الموالي لروسيا على أساس أنه هو ضد نظام بشار الأسد، في النهاية بشار الأسد وروسيا وإيران هم الذين ساهموا بقتل الثوار، ساهموا بقتل أبناء الشعب السوري. البعض يلجأ إلى الفيلق الخامس هربا من الفرقة الرابعة وهربا من التجنيد مع الإيرانيين، ليس محبة الحقيقة الأمر بروسيا وما تريده روسيا، لأن الفيلق الخامس أو اللواء الثامن عندما أنشئ لقتال المجموعات الإرهابية بين مزدوجين كداعش وجبهة النصرة، لم ينشأ لقتال الثوار في ريف حماة مثل ما فعلوا بهم، أو قتال الثوار في ريف إدلب مثل ما فعلت روسيا عندما زجتهم على جبهات القتال مع المعارضة السورية في إدلب. عادة ما مصير من يتخلف عن الخدمة ويحاول أن يتهرب منها قدر الإمكان؟ يعني هناك من هو متواري الآن، مصيره هو السجن، ولكن العفو المستمر من قبل رأس النظام بشار الأسد على المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، لم يستطع بشار الأسد استقطاب المزيد من المقاتلين ليقاتلوا في صفوفه. وأين يقاتلوا؟ لا نعلم، إذا ما كانت إيران هي المتسيدة، إذا ما كانت روسيا هي المتسيدة، عندما يريد استقطاب المزيد من المجندين إلى الخدمة الإلزامية إلى أي جبهة سيرسلهم؟ لا يوجد جبهات حقيقية سوى البادية السورية التي يقوم بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية باصطياد كل من هو موالي للنظام بعمليات مستمرة منذ أشهر بشكل شبه يومي. نعم. طب يعني لنفترض أن مثلا أحدا تهرب ولا يريد أن يخدم يعني توارى عن الأنظار، هل يعرض أهله لمضايقات يعني حتى على الأقل يعترفوا بمكان وجوده؟ لا لا، هذا أيام ما كان النظام قوي. الآن النظام في درعا لا يستطيع لا النظام اعتقال أهلها، ولا النظام بمجرد اعتقال امرأة من درعا تسير المظاهرات تتحرك روسيا ويفرج عنها. لذلك أقول النظام الآن هو في حالة ضعف، غير قادر على ابتزاز الأهالي مثل ما كان يفعل قبل الثورة. الآن النظام يرضخ للأمر الواقع
ويريد أن يظهر بما تعرف بقوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة بأنها مهيمنة، ولكن الواقع المهيمن هم أبناء الثورة، أبناء الشعب السوري في درعا، على الرغم من كل هذا التواجد للنظام والإيرانيين والروس في محافظة درعا. طب قيل يعني حتى لو موجودة هذه الهيمنة لما تفضلت وقلت أن هناك مضايقات من الأجهزة الأمنية في درعا، كأي هل ممكن للنظام أيضا أن يعالج ذلك لاستمالة رضا أهالي درعا، أم أنه أيضا بات غير يعني مسيطر على الأجهزة الأمنية بنفسها؟ في درعا مثلا، في ريف درعا الغربي، عندما تحدث عن المخابرات الجوية هي صاحبة قرار ذاتي، المخابرات العسكرية هي صاحبة قرار ذاتي، الفرقة الرابعة هي صاحبة قرار، الميليشيات الإيرانية صاحبة قرار. لا يوجد قرار سيادي للنظام على كامل أجهزته الأمنية أو المجموعات المتعاونة معه، سواء في درعا، سواء في دير الزور، سواء في كامل المناطق السورية. وصباح اليوم نشرنا تقرير عن شراء الأراضي على الحدود السورية اللبنانية من قبل إيران وميليشيات إيران. من مدينة كوفنتري في بريطانيا، رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.